قبل ما اختم مع حضراتكم الحقيقه، وعندنا الحقيقه موضوع الاطفال المتغيبين بقت ظاهره الحقيقه مؤسفه جدا ومحزنه جدا. اطفال كتير قوي بتفقد يعني اطفالها بسبب ان هم بيضيعوا منها في اماكن او ايا كان بقى الطريقه. احنا الحقيقه بنحاول قدر الامكان ان احنا نساعد في ده، وهنعرض لحضراتكم واحده من الصور دلوقتي لاحد الاطفال. الطفل ده هو اللي قدام حضراتكم، اسمه مروان علاء رمضان. مروان علاء رمضان عنده 11 سنة 12 عفوا 12 سنة. مروان متغيب من يوم 4/2، وطبعا أهله بيدوروا عليه. يعني كلنا مقدرين يعني إيه أسرة تفقد طفل، يعني إيه طفل يتغيب عن أسرته وهم مش عارفين عنه حاجة. فلو سمحتوا أي حد يشوف الطفل ده، في أرقام للتواصل، يتواصل معنا بالأرقام دي، يكتب لنا على الفيسبوك، يتواصل معنا بأي صورة وإحنا هنكلمه. المهم إن صورة الطفل زي ما حضراتكم شايفين، الطفل ده متغيب من 4/2، اسمه مروان علاء رمضان، عنده 12 سنة، متغيب من 4/2. بنحاول الحقيقة كبرنامج إن إحنا نقوم بدورنا إن إحنا نساعد أي أسرة فقدت طفلها في الحالات دي، سواء كان حتى لو محتاجين علاج، يعني في أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تكونوا محتاجينها. لأن احنا برنامج لحضراتكم، ما تنسوش إن احنا كان اسمنا صوت الناس، وحنفضل إلى الآن صوت الناس، مهما تغير اسم البرنامج حنظل صوت الناس زي ما احنا. طيب طيب زي ما قلت لحضراتكم، ان اي حد فيكم محتاج اي حاجه يا ريت يتواصل معانا، محتاج علاج، محتاج اجهزه، مش لاقي مستشفى، مش لاقي سرير في مكان، عايزنا نتواصل مع حد من المستشفيات، حد لا قدر الله ابنه بيعاني من حاجه او عنده حد في العيله مفقود لاي سبب من الاسباب، يبعت لنا. واحنا دايما بنحاول ان احنا نكون صوت حضراتكم، دايما بنحاول ان احنا نوصل صوتكم، ويا رب نكون سبب في ان الطفل ده يرجع لاسرته وكل الاطفال المفقودين يرجعوا لاسرهم، لان كم الاطفال المفقودين دلوقتي الحقيقه بقى يعني صوره مخيفه.